السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا مجمع كمية كبيرة جدا من التولز اللي تقدر تستفاد منها من الشغل بتاعك، بدل ما تروح لمواقع كتيرة، لا ممكن تيجي هنا في الابس وتختار ايه اللي انت عايزه، تمام؟ فده بيوفر عليك. يعني لو احنا رحنا الهوم والتو ابس، تيجي هنا تبدأ تلاقي مئات المواقع حرفيا. فاحنا اقول له كيو ار، جاب لي حاجات كتيرة فعلا ممكن تعملها بالكيو ار كل دول، تمام؟ تقدر تنشئ من خلالهم الكيو ار. هنا عندي كيو ار كود، في دايناميك كيو ار كود، لان هو مش عامل حاجه خاصه بيه، ده هو مرتبط بمواقع، تمام؟ طب خلينا نجرب الدايناميك كيو ار كود واقول له في نيو ديزاين، فبيختار اختار بقى المقاس اللي انت عايزه. فاي مقاس مثلا برزنتيشن، فانت المفروض ان انت بتعمل تصميم وعايز تضيف الكيو ار بتاعك هنا، بدل هو يظهر هو الكيو ار، بيقول لي اختار بقى الشكل اللي انت عايزه. مثلا هنختار الشكل دوت، تمام؟ بيقول لي عايزه لما حد يعمل كيو ار تدخل على اي موقع، اقول له خش على موقع كانفا. عايز اللون ايه؟ فاخترت مثلا لون اخضر، تمام. الباك جراوند كولر ممكن نخليها، طبعا مش هيبقى اخضر بالشكل ده، ماشي ماشي. لو انت عندك لوجو خاص بيك، تقدر ان انت ترفع اللوجو بتاعك. رفعت مثلا دوت، طيب بيقول لي استخدم واحد يكون اصغر شوية، محتاج نظبط المساحة مثلا. هيبدأ يضيف لي اللوجو هوت في قلب الكيو ار، تمام. اد ديزاين، فانت بتعمل الديزاين كله وتضيف ده بقى ايه على الجنب كده اهو بالشكل دوت، وتضيف الديزاين بتاعك كده. انت عملت كيو ار، اول ما حد يعمل كيو ار الموقع يتفتح معاه اوتوماتيك.